شكرا. معانا الحاج السيد منين؟ الحاج السيد من الدقهلية، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاج سيد من الدقهلية. اهلا بيك، اتفضل يا حاج. كنت عايز اتكلم مع حضرتك عن تنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها. يا ريت. انا احد العاملين في مزارع الدلفين في ايطاليا، انا عايزك بس تكتب خلق غذاء البقرة الحلبة بعد الولادة باسبوع. ايوه. 30 كيلو سلاج و7 كيلو دريس و4 كيلو دور اصفر مطحون و1 كيلو ونص فول صويا وكيلو بذرة قطن وربع كيلو مخلوط فيتامينات واملاح معدنيه. ايوه. زائد 30 جرام ملح. يعني ده التغذيه المتوازنه للعجلات الصغيره. لا، دي خلطه البقره الحلابه والجاموس الحلابه عالي الانتاج. يعني دي بتديها في فتره الانتاج نفسه. دي في عالي الانتاج بعد الولاده باسبوع. بس هي دي بالنسبه للاصناف المصري اللي احنا موجوده عندنا زي الجاموس المصري مثلا؟ انت عندك بقر عالي الانتاج والبقر النحالي اللي هو ضعيف الانتاج، خدت الخلطه ديت اللي هي بتاع البقر عالي الانتاج ورحت جامعه المنصوره كليه الزراعه قسم الانتاج الحيواني الدكتور احمد جابر. ايوه. قلت له عايزين نطبق ده عندنا هنا في القريه، قال لي حط السلاك زي ما هو 30 كيلو سلاك و7 كيلو دريس وحط نص العلقه اللي انت بتحطها هناك للبقر المحلي هنا والجاموس المحلي. ايوه. بدل ما تحط 4 كيلو دور اصفر مطحون حط 2 كيلو دور اصفر مطحون. ايوه. كيلو ونص فول صويا حط كيلو واحد بس. ايوه. كيلو بذره قطن حط نص كيلو بذره قطن. ربع كيلو مخلوط فيتامينات حط 100 حط 8 كيلو بس. ايوه. زائد وحط 30 جرام ملح زي ما هم. جميل جدا. يعني انت ليه ما بنطبقش ده هنا؟ وانا كنت عندي كنا في قناه مصر الزراعيه في الدقي السنه اللي فاتت، وعندي حل للفلاح اللي ما عندوش مكسر ممكن يحوش الدريس في الشتاء عشان يعمل السلاك في الصيف ويقلب الخلطه على بعضها. ايوه. 100 بقره بيحلبوا في ايطاليا وفي الدول في اوروبا كلها، 100 بقره بيحلبوا في السنه 1100 كيلو لبن. 100 بقره بيحلبوا 3000 كيلو لبن في اليوم. ال 100 بقره بيحلبوا 1100 كيلو و100 طن لبن في السنه. حاج سيد، انا متشكر على هذه المعلومات القيمه اللي هدفها زياده انتاج الالبان بالنسبه للثروه الحيوانيه. انا بشكر. ويا ريت تكلمني بعد الحلقه من فضلك. يا ريت تسيب ارقامك في كنترول عشان نتواصل معاك، ويبقى كل فتره في كده مداخله تقدر من خلال الروح الجميله اللي عندك دي ان انت توصل معلومه لاهالينا الفلاحين. شكرا.